بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها الإخوة، هناك قاعدة أصولية، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن قلت لإنسان: كن طبيبا، آمرك أن تكون طبيبا، فمن ضمن هذا الأمر أن تنال الثانوية بدرجات عالية، ومن ضمن هذا الأمر أن تنتسب إلى كلية الطب، لأنك لن تكون طبيبا إلا إذا دخلت كلية الطب، ولن تدخل كلية الطب ما لم تحمل الشهادة الثانوية. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية. فربنا عز وجل حين أمر أن نصلي، لا يمكن أن تصلي إلا إذا كنت مستقيما محسنا، ولا يمكن أن تستقيم وأن تحسن إلا إذا عرفت الله وآمنت باليوم الآخر. إذن معرفة الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر والاستقامة والعمل الصالح من لوازم الصلاة. فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة فمن لوازم الصلاة أن تعرفه، أن تعرف من تصلي له، وأن تأتمر بأمره، وأن تنتهي عما عنه نهى، وأن تقدم شيئا يسمح لك أن تقبل عليه، وهو العمل الصالح. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من هنا جاء الأمر بالصلاة مقترنا في أكثر الآيات مع إقامة الصلاة كإقامة البناء. يعني هناك مراحل كثيرة تسبق الصلاة، منها ما هو من طرف الصلاة العمل الصالح، منها أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، منها ما هو بعيد عن الصلاة أن تعرف الله عز وجل. لذلك أحب أن أؤكد لكم، وهذا كلام دقيق جدا، أن العلم والعلم وحده هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله. إذا عرفت الله عرفت ما عنده من ثواب أو من عقاب، عرفت أن الأمر كله بيده توجهت إليه، إذا عرفت أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذا رأيت الله في كل شيء وأنه ما من شيء يقع إلا بأمر الله وبإذن الله، وما من عمل ينفذ إلا بتوفيق الله، إذا رأيت هذه الرؤية، هذه الرؤية وتلك المعرفة وهذا العلم حملك على أن تطيع الله، وحملك على أن تفعل الصالحات تقربا إليه. الآن يمكنك أن تصلي. لذلك حينما فصل الناس الصلاة عن استقامتهم وعن أعمالهم الصالحة، وحينما فصلوا العمل عن معرفة الله، ضاع الدين،
وضاع الناس في متاهات الصلوات الشكلية الجوفاء ولم تقدم لهم شيئا ذا بال، وقاموا إلى الصلاة وهم كسالى ورأوها عبئا وقالوا بلسان حالهم أرحنا منها، ولم يقولوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها. الشيء العجيب أن في السنة المطهرة أحاديث كثيرة جدا 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 عن الصلاة. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. قد يسأل سائل: هذه الصلاة التي يصليها عامة الناس هذه عماد الدين؟ هذه من أقامها فقد أقام الدين؟ هذه من هدمها فقد هدم الدين؟ بالتأكيد لا، لأن هذه الصلاة التي يرافقها الكذب، يرافقها الغش، ترافقها المعاصي، ترافقها الفواحش، هذه بالتأكيد ليست صلاة أرادها الله عز وجل، لأن الصلاة التي أرادها الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة التي أرادها الله عز وجل نور في قلب المؤمن يريه الحق حقا والباطل باطلا، لأن الصلاة التي أرادها الله عز وجل طهور، أن يجتمع في قلب مصل حقد، حسد، كبر، استعلاء، أن يتكلم المصلي كلاما فاحشا بذيئا، أن يأخذ المصلي ما ليس له، هذا شيء مستحيل. فلذلك قد يسأل سائل: ما سر أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا قلة قليلة ومع ذلك فتحوا الآفاق وفتحوا البلاد شرقا وغربا، ونحن نعد ألفا وزيادة من الملايين، يعني قبل سنوات 1,000,000,000، الآن 1,200,000,000 المسلمون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، من حيث العدد لن تغلب، في حديث صحيح لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، لأنهم أضاعوا الصلاة، والله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني من باب التقريب، إنسان يحمل أعلى شهادة في الطب بورد مثلا، هذا ممتلئ علما ممتلئ خبرة، يتقن اللغة الأجنبية كإتقانه العربية، يفهم دقائق دقائق اختصاصه، له تجارب غنية جدا، له ذكاء كبير، له اطلاع واسع، شكله الخارجي أنه يرتدي ثوبا أبيض اللون ويضع على عينيه نظارتين وعلى أذنه سماعة، فإذا جاء إنسان جاهل وارتدى ثوبا أبيض اللون ووضع على عينه نظارة وفي أذنيه سماعة صار طبيبا؟ أهذا هو الطب؟ أن ترتدي هذا الثوب الأبيض وأن تضع السماعة على أذنيك وأن تضع ورقة بيضاء على الطاولة؟ يعني فرق كبير بين المصلي حقيقة، بين الذي فكر في الكون حتى استقرت في نفسه حقيقة وجود الله وحقيقة أسمائه الحسنى وحقيقة كماله وحقيقة وحدانيته، واستقر في نفسه أن الإنسان خلق ليسعد في الأبد، إذا استقر في ذهنه أحقية اليوم الآخر، ثم بدأ يبحث عن أمر الله في مأكله ومشربه، في زواجه، في عمله، في أخذه، في عطائه، في كل شؤون حياته، إلى أن طبق السنة النبوية تماماً، وبدأ يجعل من طاقاته، من إمكاناته، من ذكائه، من خبرته، من وقته، من عضلاته، من جهده، من ماله، كلها وظفها في طاعة الله وتقربا إلى الله عز وجل. عندئذ وقف ليصلي فرأى الطريق إلى الله سالكا، وقف ليصلي فاستراح في الصلاة، وقف ليصلي فشعر أنه قريب من الله عز وجل، وقف ليصلي شعر أن هموما قد انزاحت عن كاهله،
فمن هنا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. من هنا قال العلماء: الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال، متكرر لا يسقط بحال. من أركان الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكفي أن تشهد هذه الشهادة مرة واحدة. من أركان الإسلام الحج على المستطيع، قد تؤديه مرة واحدة وقد لا تؤديه أبدا وأنت مسلم. من أركان الإسلام الصيام، وقد يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الصيام، وقد يسافر فيؤجل الصيام إلى ما بعد السفر. والزكاة على المستطيع. إذن الحج قد يسقط والصيام قد يسقط إلى حين، والزكاة قد تسقط، والشهادة تؤدى مرة واحدة. أما الفرض العيني الذي يتكرر ولا يسقط بحال هو الصلاة. لذلك لا يستطيع الإنسان ألا يصلي ولو كان في ساحة الحرب، ولو هدد بالقتل إن لم يصلي عليه أن يصلي صلاة الخائف، وصلاة الخائف تقصر نوعا لا كما. لك أن تصلي بأية طريقة تشاء، وأنت مستلق على السرير، وأنت واقف في أي وضعية، إذا هددت بالقتل إن صليت فهناك صلاة الخائف. معنى ذلك أن الدين كله قائم على الصلاة. من ترك الصلاة جحودا بحقها فقد كفر، فقد كفر. إذن أما الذي أشعر به أن آيات الصلاة في أكثرها قالت: وأقم الصلاة لذكري، يعني أقم البناء، شراء الأرض، تخطيط، ترحيل الأتربة، هدم الأنقاض، ترحيل الأنقاض، حفر الأساسات، بناء الأساس، بناء الطابق الأول، الطابق الثاني، الكسوة الداخلية، الكسوة الخارجية، تأمين الماء والكهرباء، هذا كله منطوي في كلمة إقامة البناء. إقامة الصلاة تستلزم معرفة الله. تصلي لمن؟ تقول الله أكبر، هل عرفته أكبر؟ فهذا الذي يتذوقه المؤمن من قوله تعالى: أقم الصلاة. أما ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يصلون ويراءون؟ ما قال: فويل للذين يقيمون الصلاة، قال: فويل للمصلين. ما قال يقيمون الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن نرجع إلى القاعدة الأصولية، وهي أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمرك الله عز وجل بنص القرآن الكريم أمرا قطعي الدلالة، أمرك أن تصلي أو أمرك أن تقيم الصلاة، فابحث عن موجبات الصلاة، فابحث عن ما لا تتم الصلاة إلا به: معرفة بالله عز وجل، واستقامة على أمره، وتقرب إليه، عندئذ ترى الطريق إلى الله سالكا. قد يسأل سائل: كيف تتم معرفة الله؟ الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. إذن السبيل الوحيد إلى معرفة الله أن تستعمل العقل الذي هو مناط التكليف. الله عز وجل، الكون كله تجسيد إن صح التعبير، أو مظهر لوجوده، ومظهر لوحدانيته، ومظهر لكماله. فأسماء الله كلها لها متعلقات: قدرته ظاهرة في خلقه، لطفه ظاهر في خلقه، وحدانيته ظاهرة في خلقه، كماله ظاهر في خلقه. إذن كل أسمائه الحسنى وكل صفاته الفضلى إنما هي مبثوثة في خلقه في الكون. إذن يكفي أن
تنظر إلى الكون، إلى خلقك، إلى طعامك، إلى شرابك، إلى ما تحتك، إلى ما فوقك، إلى عن يمينك، إلى عن شمالك، يكفي أن تنظر، وأقرب شيء إليك جسدك. قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي جعله يكفر؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفة لا ترى بالعين، يعني باللقاء الواحد يخرج من الرجل 300 مليون حوين منوي، 300 مليون، وواحد من هذه 300 مليون هو الذي يلقح البويضة. ومن يصدق أن على هذا الحوين معلومات مبرمجة لأزمان معينة تزيد عن 5000 مليون معلومة؟ يعني خمسة، الرقم دقيق جدا، تأكدت منه إلى أقصى درجة، 5000 مليون أمر مودعة في هذا الحوين الذي لا يرى بالعين. كيف لقح هذا الحوين البويضة؟ وكيف فتح له الباب ثم أغلق؟ وكيف منع من الدخول مئات الألوف؟ دخل هذا الحوين القوي إلى البويضة، وكيف تلقحت هذه الخلية الأنثوية الأولى، وكيف انقسمت إلى 10000 جزيء وهي في طريقها إلى الرحم؟ وإذا قرأت علم الأجنة أو قرأت المبادئ الأولى لعلم الأجنة وجدت العجب العجاب. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، إلى آخر الآيات. كلا لما يقضي ما أمره، ماذا ينتظر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الذي أراه أنك إذا تأملت في خلقك، إذا تأملت في طعامك، إذا تأملت في شرابك، إذا تأملت في المخلوقات من حولك، إذا تأملت في الجبال، إذا تأملت في البحار، إذا تأملت في الأطيار، إذا تأملت في الأسماك، لا بد من أن تعود من هذه الجولة وقد خشع قلبك، ورأيت نفسك صغيرا جدا أمام عظمة الله عز وجل. عندئذ لا تملك إلا أن تبادر إلى طاعته، وإلى نفع عباده، وإلى خدمة مخلوقاته. فإذا كنت عارفا به، مستقيما على أمره، محسنا إلى خلقه، استقبلك الله عز وجل في الصلاة وأقبل عليك وتجلى على قلبك وملأ قلبك نورا وملأ حياتك حبورا وجعلك من المقربين المنعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ألا ترى معي أنه في بعض أحيانك، في بعض ساعات صفائك، في بعض عقب أعمالك الصالحة، عقب التضحيات، عقب البذل، عقب العطاء، ألم تقف مرة بين يدي الله عز وجل تنهمر دموعك ويخشع قلبك وتتمنى أن تدوم الصلاة ساعات طويلة؟ إذا كنت صليت هذه الصلاة فهذه هي الصلاة، هذه هي الصلاة التي أمرنا الله بها، هذه هي الصلاة التي نرقى بها. أقم الصلاة لذكري، واسجد واقترب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا تلوت القرآن في الصلاة ربما شعرت كأنك تسمع القرآن أول مرة، وكأنه نزل من توه على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة، فالصلاة ميزان، ميزان، من وفى استوفى، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها. والحمد لله رب العالمين.